يعني بيروى ان سيدنا ابو هريره بيته بيقام فيه الليل كله، يقوم هو تلت الليل، بعد كده مراته تلت الليل، بعد كده الخادم بتاعه تلت الليل. يعني تلت الليل؟ يعني المغرب العشاء الساعه كام دلوقتي؟ نقول 8. الفجر الساعه كام؟ نقول 4. كام ساعه؟ 8. تلت الليل يعني ساعتين ونص. انت عايز ان تقوم تلت الليل؟ والله لا، محتاج تقوم الليل. مفيش عباده زي قيام الليل، بتجيب القلب، تفتح تقرا، تقرا الايه، تمشي مع الصفحه والصفحه اللي بعديها، والقصه تاخدك في قصه، وكده ترجع تقعد تعظم ربنا، الكلام اللي انت لسه سامعه والمعاني اللي انت عمال لسه، وبعد كده تنزل تسجد وتقوم تدعي بقى عشان انت قريت فوق ايات عن العذاب، تقعد تدعي. انا بتكلم على ده، مش بتكلم على سنه العشاء والوتر اللي في دقيقه. ناشئه الليل هي اشد وطئا، حاجه توطئك، حاجه تخليك ثابت، واقوى مقيله، حاجه تخلي القيل الكلام بتاع القران قيم ومستقيم وواضح ويخش قلبك على طول. مفيش حاجه تزكيك زي قيام الليل.